حاولت حاولت ما عرفتش. يعني انا دخلت النت وطلعت كل الافلام اللي هي كانت من انتاج بابا وجيت ادور عليها اختفت، وناس خدوها وناس مش عارفه عملوا ايه. وماين ام نوت ذات سترونج ان انا اقاوح. طب بمناسبه الانتاج، هل حضرتك يعني فاكره وقت انتاج استاذ محمود الفقاري والانتاج دلوقتي، ايه الصعوبات وايه الحاجات اللي اتسهلت؟ يعني شايفه الفرق بين زمان دلوقتي ايام الانتاج زمان؟ زمان كان الناس بتضحي عشان تشتغل في السينما، دلوقتي الناس بتستنفع من السينما الحقيقه. يعني كل اللي اعرفهم انا اللي توفوا ما سابوش حاجه، كانوا بيدفعوا من جيبهم عشان السينما. استاذ محمود ذو الفقار ما استفادش من السينما تمام خالص، ولا ماما. يعني ماما كان معاشها 500 جنيه، فمريم فخر الدين معاشها 500 جنيه، ده انا مدرسه معاشي كان اكثر. يلا هنعمل ايه؟ طيب يعني انا مهتمه جدا اعرف فكره تجميع الافلام، افلام استاذ مريم استاذ محمود ذو الفقار، هل هم كانوا السينما هي المفروض تعمل كده؟ لكن انا هم فيلمين اللي هو باسم ماما، غير كده التانيين بقى بتوع بابا راحوا فين؟ الله اعلم. طيب بالنسبه للمواضيع الشائكه والجريئه اللي بنشوفها دلوقتي، مدام مريم واستاذ محمود سفكار، هل كان ليهم اعتراضات او خطوط حمراء في الافلام؟ بصي بابا كان ليه خطوط معروفه. لا يعني ما بيحبش يهين حد، ما بيحبش. مامي كانت حبه كده وحبه كده على حسب الشخص اللي قدامها، لو بتحب حد يا سلام فوق، لو حد مش مستظرفه. حضرتك تفتكري حاجه استاذه مريم رفضتها عشان مثلا شافت الموضوع ده الجمهور ممكن ما يتقبلوش، لا ده مش ده جريء زياده؟ لا متهيألي زمان ما كانوش جرأه. زمان ما كانوش جرأه؟ لا 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 كانوا محترمين. يعني ما اظنش ان كانوا بيعرضوا حاجات زي كده زمان، كان مختلف وتفكير مختلف، كل حاجه كان زمن حلو يا حلوه، مش الزمن اللي احنا فيه. طب اخر حاجه، حضرتك بتابعي الافلام المصريه دلوقتي ولا اجنبي؟ اجنبي. ايه اللي حاجات قديمه؟ شكرا جدا لحضرتك. زمان.